حصل خلاص. اسمع القرآن. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. بنفيد عليك يا دكتور، بنشرح صدرك يا رب. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. الله يمن عليكم. الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. آمين. من علينا جميعا يا رب. اللهم آمين. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم القرآن المجيد إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد
جعلنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاء فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها أفلم ينظروا وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخلصي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وإن سيرت لي أحمد النبي عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي كانت من سورة الحجرات وصدر سورة قاف وكانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة
والتي نكرم فيها عمدة العمد ورمز الواجب في كل مكان. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاطر على قبره، وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. التلاوة كانت بصوت الملك المقامات ومحرك القلوب وعلم كبير من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي. القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية، والذي سنسعد به إن شاء الله تعالى في فجر الجمعة القادمة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها مدينة القاهرة في قرآن الفجر، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب، مشاركة مع الهندسة الصوتية والمعرض الفني الإضاءة الحديثة وفق المحطة ديزل الكبرى قصور أضيافة المتنقلة تحت إدارة أولاد الحاج سيد حماد، أولاد الحاج سيد حماد المقيمين بقرنشو مركز بسيوس، عبر أثير شاشات الإنترنت العالمية إدارة المهندس إبراهيم عوض، أولى مصور الحفلات الدينية والمقيم بمدينة طنطا، ومشاركة أيضا مع وحدة فيديو ومكسر مهندس حمدي العسوي المقيم بمشاري، أسرة الفقيد الراحل حاج سعيد سليمان الأقرع عمدة قرية قرنش مركز بسيون، وتقدم السيد المهندس علاء سعيد الأقرع، مهندس حسام سعيد الأقرع، مهندس سليمان سعيد الأقرع، أستاذ أحمد سعيد الأقرع، أستاذ محمد سعيد الأقرع، حاج فرج سليمان الأقرع، أستاذ جمال سليمان الأقرع، حاج عبد الفتاح سليمان الأقرع، حاج أحمد سليمان الأقرع، وجميع عائلات الأقرع وأنسابهم وأقاربهم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور، سبقت رحمته غضبه قبل خلق الأيام والشهور، يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده تبارك وتعالى حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه من الكفر والفجور، ونرجوه أن يعصمنا فيما بقى من أعمارنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى فيها من تفاوت أو فتور، وأنزل من السماء ماء مباركا، فمنه آبار وأنهار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور، ولولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا الظلم ما كان للعدل فضيلة، ولولا الفسق ما كان للطائعين أجور، ولولا القبح ما عرف الجمال، ولولا الحمائم ما توحشت الصقور، ولولا النقص ما عرف الكمال، ولولا الجبن ما انتصر الجسور، ولولا الخوف ما انتهينا،
ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. رأيت الأرض في دورانها كيف تمسكت بكل ثابت وسائب، رأيت الشموس في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب، رأيت الرياح كيف سخرت منها الكريم ومنها المعاقب، رأيت الأرزاق كيف دبرت، وهل للنمل كاتب أو حاسب، رأيت الوليد قد التقم ثدي أمه دون علم سابق أو تجارب، رأيت الفرخ ينقر بيضه ليخرج في الوقت المناسب، رأيت نفسك نائما وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب، رأيت الإنسان كيف ضحك، رأيت كيف تثاءب، إذا رأيت ذلك كله فاخشع لله فلا نجاة لهارب. وأصلي وأسلم على رسول الملك الواهب، سل العدول عنه وسل، هل عابه في الحق عائب؟ سل الشهداء عنه، هل كانت له في الدنيا مآرب؟ سل صناديد قريش في قليل بدر عن الصادق وعن الكاذب، سل سراقة عن قوام حصانه كيف ساخت في الأرض حتى المناكب، سلم معبد، سلم معبد كيف سقاها اللبن والشاة مجهدة وعازب، سل المسجد الأقصى عن قرآنه، سل المسجد الأقصى عن قرآنه، والرسل تسمع والملائكة مواكب، سل الملائكة أين اصطفت لتحيته كما تصطف الكتائب، سل السماوات السبع كيف تفتحت له ومن استقبله على كل جانب، سل سدرة المنتهى عن كأس المحبة من الساقي ومن الشارب، سل الأمين لماذا توقف عند الحجاب ومن الحاجب، سل الشمس، سل القمر عن نور محمد إذ الكل غارب، يا رب صلي على الحبيب المصطفى، يا رب صلي على الحبيب المصطفى أهل الفضائل والمواهب، وعلى الآل والصحب عدد ما في الكون من عجائب وغرائب. وبعد، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدري فأملي عليكم الحديث كما علمته عن الله وعن رسوله، كما سأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدوركم جميعا فتعوا ما أقول، والله أسأل أن يجعلني وإياكم مما يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. آمين آمين آمين. الأحبة في الله، الموت حقيقة لا شك فيها، الكل سيموت، الكل سيموت. حينما قال ربنا أينما تكون يدرككم الموت، ليس المقصود هنا المكان فقط، لا، فهم خاطئ، أصحاء تكون يدرككم الموت، مرضى تكون يدرككم الموت، شبابا تكون يدرككم الموت، رجالا تكون يدرككم الموت، أطفالا تكون يدرككم الموت،
على أي حال وفي أي مكان يدرككم الموت. فالموت كأس، الموت كأس وكل الناس شاربه. يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنات خلد إن عملت بما يرضى الإله وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار. الآن أسألك سؤالا، الآن لو جاءك ملك الموت الآن، الآن الآن تسأل نفسك، هل أنت ممن سينادي عليه ملك الموت يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض عنك غير غضبان؟ اسأل نفسك أنت أول وأجدر واحد وأفضل واحد تجاوب عن نفسك بإيه؟ بعملك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، ولدتك أمك يا ابن آدم باكية والناس حولك يضحكون سرورا. فاعمل ليوم إذا بكى الناس فيه أن تكون ضاحكا مسرورا. كل يوم جديد يأخذ برجلك خطوة جديدة إلى باب قبرك. صم عن الدنيا وافطر على الموت واعد الزاد لليلة لليلة صبحها يوم القيامة. الناس نيام حتى إذا ما ماتوا انتبهوا. أفضل واعظ الموت، كفى بالموت إيه؟ واعظا، كفى بالموت واعظا. لابد لابد وأن يأتيك وأن تأتيك ساعة. اسمع حديث رواه الديلمي والبيهقي وغيره، يقول فيه سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، اسمع بعد ما صلى عليه بيقول ايه، ما من أهل بيت، اسمع ملك الموت خد بالك مش بيجي لك دلوقتي بس، ده شغال ما بيكسلش بقى ولا ما عندوش أجازة في يوم، لا، ما من أهل بيت إلا ويتعاهدهم ملك الموت في كل يوم مرتين، فمن وجده قد انقضى أجله قبض روحه. كل يوم ملك الموت بيتفقد أحوالك، بينظر في حالك، يأتيك. ما من يوم إلا ويتفقدك ملك الموت في كل يوم مرتين، فمن وجده قد انقضى أجله قبض روحه. فإذا بكى أهله وجزعوا، ملك الموت يقول إيه؟ قال لم تبكون ولم تجزعون، فوالله ما حبست لكم رزقا ولا نقصت لكم عمرا، وإن لي فيكم لعودة ثم عودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. وحد الله. وبعض الناس، بعض الناس بنسمع كويس بس عايزين نستوعب كويس. القرآن كله ربك يقول في نهاية الآيات ايه؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا يعقلون؟ أفلا يتفكرون؟ عايزين نعقل نتدبر. اسمع، أسمعك الله وإيانا كل خير. سيدنا الإمام علي الراجل جاله في المجلس وهو أمير المؤمنين حاكم الدولة الإسلامية، جاي بيقول له إيه، يا أمير المؤمنين اشتريت دارا وأردت منك أن تكتب لي عقدها. هو بقى الراجل ده عايز أمير المؤمنين بنفسه اللي يكتب العقد، مفيش لا طعن ولا استئناف ولا تزوير ولا 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 أي حاجة، أمير المؤمنين بنفسه اللي هيكتب الإيه، العقد. نظر الإمام بفطنته إلى الرجل
فوجد الدنيا قد تملكت من قلبه. لا الدنيا ايه مسيطرة عليه كأنه مخلد في الدنيا. فنظر اليه اسمع بقى اسمع بعد ما توحد الله وتعيش بقلبك الكلمات دي مسك بالقرطاس وبيكتب بقى بيكتب كويس. سيدنا الامام علي عالم بواب مدينة علم سيدنا رسول الله بيكتب قال ايه بقى اسمع قال بسم الله الرحمن الرحيم اشترى ميتا من ميت دارا ببلد المذنبين وسكة الغافلين حده الأول ينتهي إلى الموت وحده الثاني ينتهي إلى القبر وحده الثالث ينتهي إلى الصراط وحده الرابع ينتهي إما إلى جنة وإما إلى نار. وحد العزيز الغفار. الرجل ما عجبوش الكلام طبعا بقول له ما هذا يا أمير المؤمنين إيه اللي انت بتكتبه ده؟ جئت إليك تكتب إلي عقد دار فكتبت إلي عقد مقبرة. بقول لك تكتب لعاد البيت بتاعي بقى تقول لي وجارك فلان وفي وش منك الفيلا بتاعت فلان ويطل على كذا والجار البحر والجار الإبل والكلام من ده اللي انت كتبته ده. فأنشد الإمام اسمع بولي بل النفس تبكي على الدنيا وقد علمت النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بنيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. اعمل لدار غد رضوان خازنها. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. اعمل لدار غد رضوان خازنها والجار احمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. هذه هي حقيقة الدنيا وأنت من تحدد لنفسك. سيدنا الإمام أبو الدرداء الراجل دخل عنده البيت ملقاش متاع بقول له أين متاعك يا أبا الدرداء أين متاعك فين متاع بيتك فين الأساس الفاخر اللي عندك. قال يا هذا إن لنا دارا أخرى كلما أتى إلينا بجديد أودعناه هناك. هيئ بيتك الثاني واستعد للقاء الله لأن الدنيا لا تدوم لأحد. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. اللهم إني أسألك وأنت المجيب لكل دعاء اللهم تغمد الفقيد بواسع رحمتك. اللهم انزل على قبره الفسحة والضياء والسرور.
الشكور وجازني بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل هذه الليلة أسعد ليالي. اللهم اجعل جليسه وانيسه العمل الصالح. اللهم اجعل جليسه وانيسه العمل الصالح. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومعذرة على الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.